السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي واصدقائي، يا رب تكونوا دايما بخير. اسعار الدولار والعملات ليوم الجمعة 1/12/2023 كل الشهر، يا رب انتوا بخير وبصحة وسلامة وراحة بال. اسعار الدولار والعملات اليوم بإذن الله من قناتي انا وحياتي، فضلا وليس امر، اتمنى دعمكم للقناة باشتراك ولايك. اسعار الدولار اولا والعملات في البنوك: الدولار 30.95 جنيه بارتفاع، طبعا اليورو 33.95 جنيه، دينار كويتي 100.36 جنيه، درهم إماراتي 8.43 جنيه، ريال سعودي 8.85 جنيه 25 قرش، دينار بحريني 82.12 جنيه، ريال عماني 80.40 جنيه، دينار أردني 43.63 جنيه، دينار ليبي 6.44 جنيه، جنيه استرليني 39.29 جنيه. طبعا حضراتكم يعني شايفين في تحريك في اسعار الدولار والعملات في البنوك، مش في السوق السوداء بس. الدولار في السوق السوداء سجل شراء 48.15 جنيه والبيع 48.40 جنيه بانخفاض 2 جنيه عن امبارح او طول الاسبوع اللي فات، في انخفاض 2 جنيه في السوق السوداء. بشكر حضراتكم، لكن سعر الدولار طبعا في ارتفاع كارثي في السوق السوداء. بشكر حضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله.